يتم تصنيع هذه الأعمدة الكهربائية بتوغورت بمواصفات تحترم فيها معايير الجودة لتسجل العلامة بقوة في السوق المحلية. انطلقنا في الإنتاج الأعمدة الكهربائية بقدرة إنتاج 1000 وحدة سنويا سنة 2014، الآن رانا نوصلوا حتى 1600 وحدة سنويا بقدرة إنتاج حوالي 600 طن سنويا، حوالي رانا بالتشغيل هذا 42 عامل منهم 30 عامل بصفة دائمة. مؤسسة الصناعات الورقية أنموذج آخر للاستثمار الخاص يرافقه الحرص على منتج تميزه الجودة والنوعية في صناعة الورق والتغليف والتعبئة. المصنع اللي رانا فيه تواكا يخرج 50 طن يوميا إنتاج بين بوبينة ورق إلى الكرتون. احنا يرانا نصنع فيه المادة الأولية من الورق ثم يرجع إلى كرتون، ورانا في مشروع وزين آخر رانا في خدمته حوالي الطاقة 500 طن في النهار. العمل على توسيع المشروع يعد من أبرز أهداف أصحاب المؤسسات في ظل التسهيلات التي أقرتها الدولة لفائدة المستثمرين. نشاط الشباك منذ افتتاحه على مستوى الولاية سجلنا 48 مشروع اللي تحقق حققوا معهم 500 منصب عمل، طبعا في قطاعات مختلفة وصناعات متعددة، صناعة غذائية، تحويلية، خدمات، مقاولة، وحتى في مجال الصحة. استثمارات مدرة للأرباح بأبعاد من شأنها الرفع من وتيرة النمو الاقتصادي.